شيء شفت أنا ولا لا؟ طيب خبيتوه. أبغى أعطوني أعطوني. لا لا لا. إلا أنا شفت شفت شفت. أهلا جيهانا. أهلا مينيو. جبت آيس كريم. الله آيس كريم. تعال تعال هناك من هناك. يلا يا جيهانا تفضلي. يلا نفتح. الله والله حلو هذا الألوان. يلا البنات علشان الولد. هما انا ولد مثلك قسم بيت الله يا عبود انا ما اني لا اجيب لك ايس كريم والله دمعتك غاليه يا عبود علي والله. امشي امشي والله ما يزعلونك وانا موجود يا عبود امشي امشي. يلا بعد 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 واو ايس كريم يا عم سلام يلا بشر يلا وش جبنا على حق العيال هذا حق العيال هذا ابغى تشوفوا ايس كريمات صغيرة وكبيرة فيه شوفوا كبيرة شوفوا هذا نوع الشوكولاتة ولا شوفوا هذا بالنوع الفانيلا بعد شوفوا لا وهذا بنوع الشوكولاتة يا سلام هذا نوع اصلي شوفوا جديد لا احنا معطينكم انتم تبون البنات احنا نبي العيال اجل لا انتم قد تفرقتوا اي والله لا
يحبوني نعطيهم. طيب طيب. والله قلبك طيب يا عبودي والله. أجل يلا تعالوا خذوا خذوا. سلام يا سلام خذوا خذوا خذوا. خذوا بالعافية بالعافية عليك بالعافية. خذي خذي شيالة خذي. بالعافية هذا نوع الفانيلا اللي يحب الفانيلا ياكله. يلا بالعافية يلا. يلا شكرا شكرا. أقرح بس دور. اصبري اصبري شوفي. دقيقة دقيقة. وش فيك وش فيك يا بنت؟ أبي فلوس ما عندي أنا جوعانة ما أكلت. طيب. فيها يا ولد والله لازم نستفيد منها يا اخي. هي هي بنت 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 وقف وقف وقف. هي هي بنت بنت. السلام عليك. وعليكم السلام. تبين فلوس يا شطورة؟ ها من وين فلوس؟ اسمعي يا شطورة اركبي فالكرسي هذا ونروح ندق البيبان حق الجيران ونقول لهم انتي مريضة وعد اعطونا فلوس وان شاء الله ما راح يقصون. اوكي والله فكرة حلوة. يلا ايوه هذا اول بيت. اوكي السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف الحال؟ تكفين يا اختي انا جوعان وما عندي فلوس الماديه ماش ما تمشيني. حتى لا ما عندي يا اخي حتى يا اختي انا جوعان تكفين اعطيني فلوس. اقرح بس دور اصبري اصبري شوفي. دقيقه دقيقه. وش فيك وش فيك يا بنت؟ أبي فلوس ما عندي أنا جوعانة ما أكلت. طيب طيب دقيقة ما عندي ما عندي الحين أصبر أصبري. أنا عندي 15. شكرا شكرا. عفوا عفوا حبيبتي إذا احتجت شيء تعالي عندي أنا هنا. طيب طيب الله يعطيك العافية. جزاك الله خير. يلا يلا باي. الله نجحت الخطة يا شطورة. نبغى نروح البيت الثاني. طيب يلا يلا. هذا البيت يا شطورة. طيب خليك كثير اوكي تسوي شيء. هلا والله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة. لو سمحت انا فلوسي ماش وما تمشيني والله. المادية ماش والله فلوسي المادية. شم وش بغيت وش فيك؟ ابغى فلوس والله تكفى. عندي شو اسمه اختي تعبانة مرة. اوووي والله تمام. سلامات سلامات ايش فيها؟ امرني وش تبين اساعدك فيه؟ ابي فلوس نبغى نتغدى انا واختي. والله اني ما ادري. ما معي الا 50 والله. تنفع والله تنفع. شكرا لك شكرا والله. يلا يلا الله يستر عليكم. يلا حصلنا 50 الحمد لله. يلا يلا مشينا. يلا يلا كم حصلنا حنا؟ هني شوف اعطيني 50 10 65. يا سلام والله شفتي قلت لك صفقتنا مربحة والله. العربية ذي حقتنا ايش جابها معهم؟ يا
سلام الرمية دي حقتنا وش جابها معكم؟ ما شاء الله والتعبانة واقفة. ها؟ وش جابها؟ خليكم يا كذابين. تعال تعال، وين البيت يا ولد؟ هذا إيه؟ تعال هنا. أنت واقف. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنت معطي اثنين هذول فلوس؟ تمشين؟ إي هذول كذابين نصابين ياخذون منكم فلوس ولا يعلمون. كذابين هذول، كم عطيتيهم؟ 15. كذابين، ها هذه 15. الله الله يعطيك العافية، بعدين انت عيب تسوون كذا. اي والله عيب، لا تسوون الحركات ذي. والله معليش، والله اسفين تكفون. وكان شو اسمه، وكان ظروفنا المادية ماش والله قسم بالله. ومعليش والله، اعذرونا، سامحونا تكفون. احنا اسفين. دامكم تأسفتم، خذوا 10 ريال. شكرا شكرا والله. وانت خذ 5. والله شكرا والله، يعطيكم العافية. سارة تعبانة. وش فيها؟ والله تعبانة، بطنها يوجعها وهي الحين بالمستشفى. جهنا خل نروح عندها بسرعة بسرعة. مع السلامة. تعال تعال. وش فيك؟ ودنا عند سارة بنزورها حنا في المستشفى. سارة في المستشفى؟ ايوه تكفى خل نزورها. طيب اسمعوا، بروح اجيب اغراض واجي. طيب يلا. طيب انا والله الله، شوف ايش جبت. هذه عشان نعطيها سارة. يلا نروح عندها. يلا مشينا. الله يلا مشينا. بروح معاكم. يلا امشي. تمام بتروح. يلا امشي. لا انا اخلص. ان شاء الله ما شوفين شر يا فارة. الحلويات ما حلوة صح شهنا؟ صح. إيه الحلويات ما هي الزينة للصحة، لا تاكلونها. طيب لا تتعبون انفسكم وتجونا. لا، الرسول مرصين على المنطقة. ايوه الله يعافيكم. شكرا. نجحت صار شيء؟ لا ما يوجعني، بكره اطلع. الحمد لله. لا
لا ليش نعطيهم؟ مش نبي فيهم؟ هي وقتها. لا تعطينهم. طيب. ماما لا تعالي. أحسن. أوه هلا شهادة. جوجو وش جبت؟ أوه هذه حلويات. امشي امشي خلينا نلبس هنا. الله يلا يلا.